خدشان الشرجات اتنفس
قصة الأمس واليوم. وسهلاً وفي كثير من الأغنيات وكثير من الكلمات والمفردات بتبعث فينا الروح. والأغنية لو بتتفقوا معي بتحدد مسار الشخص، يعني إذا كانت أغنية جميلة من الصباح كده بترفع المود العالي وبتخلي الشخص، يعني على حسب طبعاً إذا كانت شجن أو كانت مفردات بتعبر عن الأمل، عن الحياة، عن الصباح مع كوباية شاي كده ظريفة، بيكون عندها تأثير. كمان في ناس لو سمعت برضو أغنية حزينة ورجعت شوية كده للماضي بتبقى خلاص، يعني باقي اليوم ممكن شوية كده تجربه وشريط ذكريات سيئة. فعموما